مش عند التواجد وسط هاتين القامتين معالي المستشار الوزير دكتور طه، معالي النقيب الأمين العام حسين بن جمال، والكل بيحاول يوضح ايه دور المحامي. انا ادخل في الموضوع على طول نظرا لضيق الوقت. الموضوع النهارده يعني ذو شقين. الاول، وردت الي مجموعه من الاسئله من الساده المحامين، هرد عليها. الموضوع الثاني، في نطاق الحديث عن اختصاصات مجلس الدوله، هشرح قضيتين ونشوف دور المحامي عمل فيهم ايه، سواء امام محكمه القضاء الاداري او امام المحكمه الاداريه العليا. اما عن الاسئله التي وردت الي فهي متعدده، تشمل نقاط عده تتعلق بالمحامي، منها الاعمال المحظوره على المحامي. المحامي ده يعمل ايه وما يعملش ايه؟ اثنين، المسؤولية التأديبية للمحامي. مسؤولية تأديبية للمحامي. وأمور أخرى، هل يجوز للمحامي ممارسة النشاط التجاري؟ هل يجوز للمحامي المتدرب أن يفتح مكتب؟ هل يجوز للمحامي أن يفتح سجل تجاري؟ كل هذه الأسئلة وردت إلي. فأنتوا علشان تكونوا ناجحين في حياتكم، اعرفوا اولا ما عليكم قبل ان تسالوا احنا حقوقنا فيه. اعرف الواجب اللي عليك لكي تاخذ ما تستحقه. احنا في بدايه الامر اتكلمنا عن اخلاقيات مهنه المحاماه، واختصرت الموضوع في ايه واحده، قوله تعالى: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. كل واحد عليه نفسه، كل إنسان يصلح نفسه، يصلح حاله، لا يلتفت إلى غيره خالص. بيقولوا مستمعين خالص، بيقولوا مستمعين خالص، بيقولوا مستمعين خالص. يعني أعمل إيه؟ أجي عندكم ولا إيه؟ ما ده أقصى لأقصى طيب اعيد تاني، هقول اتكلم في موضوع اليوم او محاضره اليوم ذو شقين. الشق الاول، هرد على الاسئله التي وردت الي سواء مباشره او سواء غير مباشره، عن طريق الواتساب او عن طريق ورقه صغيره، وحصرتها وكتبتها في هذه الورقه. ثم نتكلم في نطاق الحديث عن اختصاصات مجلس الدوله ومع المستشار جلس معايا، هنتكلم عن قضيتين، كادر عام وكادر خاص. ايه اللي حصل فيهم؟ وكان دور المحامي ايه في ان يكون الموقف ايجابي بالنسبه للموكله؟ ندخل في الموضوع على طول. وقلت لكم في بدايه الامر انا اختصرت دور المحامي في ايه واحده: عليكم انفسكم، ما تلتفتوش لحد، لا تكو امعه، تقول ان احسن الناس واحسنوا وان اساءوا اسانا، ولكن كل إن أحسن الناس أحسننا وإن أساءوا لم نسأ. ما تلتفتوش لبعض، دايما التفت الإنسان الناجح. وعليه في سؤال وردني بيقول: إيه الأعمال المحظورة على المحامي؟ إذا احنا كنا قد تكلمنا عن توصيف مهنة المحاماة، وقلنا مهنة المحاماة هي رسالة، المحاماة رسالة، فأنت شريك للسلطة القضائية بنص الدستور. طب أنت بقى كقاضي واقف، إيه الأعمال المحظور عليك؟ أولها، لا يجوز لك رئاسة مجلس الشعب وتمارس مهنة المحاماة، ما ينفعش. أو مجلس الشيوخ، ما ينفعش وتمارس المهنة. أو الوزارة أو رئاسة مجلس الوزراء، ده شيء أشياء بديهية. يعني أنت كمحامي لا تمارس هذه الأمور، تتوقف عن العمل.
فأول عمل محظور على المحامي لا يجوز له الجمع بين المهنة وبين رئاسة مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو الوزارة. ده سؤال. طب لكن الجمع بين أستاذ الجامعة والمحاماة ده استثناء. تجد أستاذ الجامعة عندنا في كلية القانون يمارس مهنة المحاماة، ده استثناء. هل للمحامي الحق، سؤال تاني، في موازاة ولا مهنة التجارة؟ ده سؤال ورد. هل للمحامي الحق في مزاولة مهنة التجارة؟ بالطبع لا. إذا كنا بنوصف المحامي بأنه قاضي والقاضي محظور عليه أن يمارس العمل التجاري، فهل يجوز للمحامي أن يمارس مهنة التجارة؟ بالطبع لا. لكن هل يجوز للمحامي المتدرب أنه يفتح سجل تجاري؟ يفتح سجل تجاري. المحامي المتدرب يفتح سجل تجاري. كل دي أسئلة كويس أن أنتم بدرتوا بيها، وأنا أعددتها وقلت لكم أجاوب لكم عليها، بس بدكم محامين متدربين. أيضا من ضمن الأسئلة التي وردت، هل يجوز للمحام أن يرفع دعوة على زميله؟ إزاي؟ يعني أنا عاوز أرفع دعوة على زميل محام، ها؟ لا لازم إذن. إذن أيوة، لازم إذن من مين بقى؟ إذن. مش في كلام. أبا لازم إذن. أبا لا يجوز لك أن ترفع دعوة على زميلك المحامي إلا بإذن وفق الإجراءات التقاضي. تاخد إذن من النقابة. يعني أول شيء هو لا تقبل أن تكون خصما لمحامي أو ترفع دعوة على زميل لك محامي، وده من آداب المحاماة. أو يحضر ضده. دي آداب المحاماة. يحضر ضده في المحكمة. آداب المحاماة لابد لك من إذن. تمام؟ طيب. أيضا هل يجوز للمحامي جدول عام فتح مكتب؟ دي أسئلة برضو. ها؟ هل يجوز للمحامي أن يعطي اسمه لغيره؟ طبعا لا يجوز. يعني أعطي اسمي أنا الواحد محامي زميله والمرسة إلا مقتضى وكالة هو وكيل عني. أيضا من ضمن الأسئلة التي وردت، القضايا الإدارية، أنت بتروح ترفع دعوة أمام محكمة القضاء الإداري، هل أنت عند رفع الدعوة ملزم بإثبات التوكيل ولا عند ممارسة الدعوة؟ ها؟ لا أنت غير ملزم بإثبات التوكيل، وده وفق المحكمة الإدارية العليا حكم فيها كده، أنت غير ملزم بإثبات التوكيل، أنت ملزم بإثبات التوكيل عند ممارسة الدعوة. ده سؤال برضك وردني وأنا بحثت فيه وأجبته. أنا بقول لك الواجب أنتوا تعملوا تعملوه، ولا ده حكم إدارية عليا. هل يجوز للمحامي حضور التحيات؟ المحامي المتدرب يجوز له حضور التحيات. طيب في بعض الجهات بتمنع المحامي، بعض المؤسسات، من الحضور. بعض الجهات، بعض المؤسسات بتحول بين المحامي وبين حضور التحقيق. دورنا نعمل ايه؟ حضور المحامي مع المتهم أمام المؤسسات، مش أمام جهات التحقيق الأخرى، النيابة وخلافه. يعني مثلا في جامعة، في الشرطة، في أي مكان آخر الموظف بيحال إلى التحقيق، هل يجوز أو هل يجب حضور محامي مع المتهم؟ طب إذا حضر في أمام جهات التحقيق، إيه جهات في المؤسسات دي بعيدة عن النيابة، يعني مثلا في الجامعة بنحقق مع عضو هيئة التدريس، ها مجلس التأديب، هل يشترط والمحامي بيحضر مجلس التأديب في الجامعة؟ تمام. هل ده واجب ولا جائز؟ جميل. إذا حضر هل له الحق في تصوير ملف التحقيق؟ كل هذه الأسئلة تعرفوها كمحامي. تصويره ملف التحقيق بنعلاش أش ده واقع، واقع إحنا بنعيشه. بص يا باشا، لما بيجي المدرب الدكتور اللي هو معلم التحقيق
وحاضر جلسه التاديب. صوتي يا ساده لو سمحت، هو صوتي يا ساده لما بيجي يوكل حضرتك او يوكل حضرتك لحضور مجلس التاديب يبقى جايب صوره من الملف من التحقيق. ايوه شوف، جايب صوره المفروض كده من التحقيق عشان يحضر مجلس التاديب، زي ما احنا بنيجي في محكمه الجنايات بيجيب نسخه كامله. امتنع عن المحكمه، امتنع يا معالي الوالدين، امتنعت الجهه الاداريه عن تسليمه هذه النسخه. يفعل ايه محامي؟ يفعل ايه؟ ما يجب عليك ان تفعله. احنا بقى كمحققين، انا محقق في جامعه وبحقق مع اعضاء التدريس وبيعطيني المحامي كطبيعه لاني فاهم، بقول له اتفضل صور ملف حقك انت تروح المحكمه بتصور ملفك. ايوه السواد الاعظم يقول لا مفيش تصوير. ما هو السواد الاعظم يقول ده انا مش من حق. ايوه وانت حضرتك محامي وفاهم القانون، بحقك انك تصور خلاص، يعني دي محاكمه. ايه الواجب بقى؟ الاجراء الواجب اتخاذه من المحامي. زاد مثلا استعنت بيك لحضور تحقيق ومنعت من الحضور او منعت من تصوير الملف، ايه الاجراء الواجب اتخاذه انت كمحامي مش تدريبه؟ ايه الاجراء الواجب اتخاذه؟ تتخانق مع المحقق ها، ولا ايه تعمل في محضر التحقيق؟ تثبت في محضر التحقيق هذا، تثبت في محضر التحقيق ان جهه التحقيق امتنعت عن تسليم ايه او تصوير. في احدى الجامعات حصلت، ما انا هجيب له اسقاط على القضيه زي كده، هجيب له اسقاط على عندكم قضيه. اثبت له في محضر التحقيق كمان، راح عمل محضر اثبات حاله في نقطه شرطه الجامعه، عمل اثبات. انا لسه في النقطه دي، يعمل اثبات حاله في محضر شرطه الجامعه. المحامي الشاطر ما يسيبش، المحامي ما يسيبش حق. انا كمحقق اقول لك لا مش عيب، لا حتى في بعض الاحيان اما الاحظ كده اقول للزميل المحامي روح اعمل له بتاع كذا خلاص، زي ما قال الرئيس انت سيد نفسك. بس برضه يعني اتنين ده على احنا بنتكلم في القانون بقى. نعم يعني لما واحد في الجامعه يمنع محامي ان هو يطلع نعم يصور، ده مش قانون طبعا، ده مش قانون. طيب يعمل ايه بقى؟ يروح يعمل له محضر في القسم بس. لا يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ يقعد يثبت ايه؟ مش في حد في مش في عميد الجامعه موجود؟ في فصل تاني في فصل بقى، خلي بالك. طب هقول لحضرتك حاجه بقى، اتفضل. يعني طب لو هنا بقى جلسه مجتمعه في الجامعه، نعم، والمحامين هيحضروا وهيترافعوا، نعم، مين بقى اللي يمنعهم ان هم ما يترافعوش والجلسه هتبقى شغاله؟ حصل مثلا، حصل ايه اللي يحصل؟ ايه دور المحامي في هذه اللحظه يا باشا؟ ما انا بتكلم عن دور المحامي. دور المحامي يخش على مجلس التاديب ويقول له في كذا كذا كذا، تمام، قانون. طيب هو بتاع المحامي ده اللي قانون بقى، انما اللي بعده مش قانون. مع الرئيس دخل على طول من التحقيق على مجلس التاديب، مما يلفت نظرنا لحاجه مهمه جدا. بمجرد احاله العضو الى مجلس التاديب بتغل سلطه المحيل، تغلى سلطة المحيل فأصبح خصما، فكيف أشكو ها خصم الخصم؟ برضك دي نقطة لفت نظر إليه، وبناء عليهم أنا قلت إن هو في أقرب نقطة أو أقرب اسم للجامعة يعمل محضر. ليه؟ لأن أصبح الرئيس المباشر خصما ليه. خصما لمين يا باشا؟ خصما للمحيل، للمحامي. ده الرئيس المباشر ده هو طارق، ده خصم المحامي، هو اللي هيحاكم يا باشا. هيحاول الراجل ده بيحاكم يا باشا، ما هو ده بيحاكم. يعني عندنا في المحكمه مثلا يعني، نعم، اللي بيحصل ده خلينا نتكلم فيه. انا عاوزكم يا اساتذه اسمعوا عشان افهموا النقاط دي، انتوا اساتذه محامين. دلوقتي لو احنا في المحكمه حاضر وحاضرين جلسات ماشي، مدعي مدعى عليه، حاضر متهم ماشي، حاضر متهم عن المتهم ما حضرش، حضر حضرتك المحامي حضر بتوكيل عن المتهم في محكمة الجنايات، نعم، قانون اهو. يقدر بعد كده حد يجي يمنع المحكمة تقدر تمنعك عن الحضور وانت معاك توكيل طبقا للقانون وموكل عن المتهم؟ لا. ماذا لو حصل؟ ماذا لو حصل؟ ما يحصلش، ده قانون. يا هقول لحضرتك حاجه، هيحصل. طب ما هيبقى النهارده ده كيف المتهم؟ كيف يتصرف المحامي؟ المتهم بقى فين؟ فين
حماية وحصانة المتهم. ماشي يا ريس. ده المحكمة، المحكمة هي المحكمة الوحيدة صحيح. اللي بتدافع، ده المحكمة اللي المحكمة هي المتهم أو المحامي قاضي مين؟ المحكمة. نعم. القاضي هو قاضي المتهم. بس احيانا نيجي القاضي وبعدين صدره ده. طب هقول لك استنى يا بيه بعدين حضرتك. لا ما حصلش يعني عمرنا كله كده مش كده، والا يبقى مفيش دستور بقى. ماشي ما انا بقول لك المحامي يعمل ايه؟ يا بيه لا. طب هو تعرض لكده يا بيه؟ اسمعني يا بيه اسمعني. المحكمة لما بتحكم ومتهم ما جاش المحامي بتاعه، المحكمة بتعمل ايه؟ بتعين محامي للدفاع عن المتهم ونفقات الدفاع على عاتق المحكمة. ده القانون اللي بيقول حماية للمتهم. ده النيابة والمحكمة كل دول حماية للمتهم. طبعاً مش يقول لك أنا أجيب. إذن هنا معالي النقيب أنا بنتكلم عن التحقيق أمام مؤسسات مش أمام النيابة العامة أو خلافه. أنا بتكلم اللي بيحصل كل جهة عندها مثلاً وفقاً لـ 81-16 في لجنة اسمها لجنة الموارد البشرية. عارفين 81-16؟ اللي هو نظام العاملين المدنيين اللي بيتولى مجالس التأديب وفقاً لـ 81-16 لجنة الموارد البشرية. خلي بالكم يلا. طب الكوادر الخاصة زي القضاء مثلاً زي الجامعة ليهم إيه؟ قوانين بتحكمهم اللي انا قلت لكم عليها قبل كده 49-72 قانون تنظيم الجامعات او 103-61 ولائحته 250-75 الخاص بالازهر. دول كوادر خاص في نظم خاصه بتحكمه. فانا كاستاذ جامعه عندما اخطئ او ارتكب فعلا مخل مثلا او خلاف او خلاف، مين يحقق معايا؟ مين يحولني المحكمه؟ جهة عملي، جهة ايه؟ كقاضي. مين اللي حقق معاه؟ مين اللي يحيله؟ جهة عمله. اذا امتنعت جهة عمله دي بقى، انا راجل اهو اتبع هذه الجهة ومعايا محامي، انا مثلا استاذ في كليه علوم ما فهمش في القانون، هستعين بمين؟ بمحامي. جه الاستاذ المحامي، جه جهة التحقيق قال لك مش حاضر. اول نقطه. اتنين، ما فيش تسويه ملف. طب اعمل ايه بقى؟ هترك الراجل بتاع علوم يتغرق يغرق، او راجل بتاع هندسه، او راجل بتاع طب؟ خلي بالكم هذا الاجراء لو اثبتيه يبطل الحكم، يبطل. وهقول لكم قضيه في هذا الشان. شو بقى اجراء توقفت عنده استاذ المحامي؟ بسيط جدا، ما اهملتوش بل اجتهدت واتخذت اجراء حتى ولو كان هذا الأستاذ مذنباً. الإجراء الشكلي لم يكتمل وبناء عليه القرار هيكون باطل. انت هنشوف بقى قصة مجلس الدولة هتعمل ازاي. ده مثلا نموذج. طيب ايضا اسئلة جات لي، قالت المسؤولية التأديبية للمحامي. احنا عارفين في نص المادة 25 عقوبات، عددت حوالي 9 حالات يعزل فيها الموظف العام من وظيفته عزلا بدون تحقيق. خلي بالك يعزل بدون تحقيق، الا ان هذه الماده كان يغيرها نص ماده رقم 94 في القانون 47-78 او 81-16 وحاليا الماده 64 في القانون 81-16 يغير هذا. وهقول قضية في هذا الشأن هكلمكم فيها. ايه العلة من عرض هذه الامور؟ هل المحامي ينسحب عليه نص المادة 25 عقوبات، ام ان قانون المحاماة افرد للمحامي مادة من خلالها يسأل تأديبيا؟ يسأل تأديبيا. المادة دي موجودة قدامي، المسؤولية التأديبية للمحامي، المادة 98. اسمعوا كويس عشان ايه تعرفوا ما لكم وما عليكم، وانه لا سلطان لأحد عليكم سوى نقابتكم، سوى نقابتكم.
لكن تعرف حدودك ايه. انت لا تنسى انك رجل قضاء واقف. كل محامي يخالف احكام هذا القانون او النظام الداخلي للنقابة او يخل بواجبات مهنته او يقوم بعمل ينال من شرفه وسمعته او يتصرف تصرفا شائنا يعاقب باحدى العقوبات التالية: يبدأ بالإنذار وينتهي بمحو الاسم نهائيا من جدول المحاماة. ده مين بقى اللي يعاقبه؟ ده النقابة. خلي بالكم تاني، اذا انت اخليت باحكام هذا القانون او ارتكبت فعلا مشينا يخل بسمعتك او مهنتك تعاقب باحدى هذه العقوبات: اولها الانذار، اثنين اللوم، ثلاثة المنع من مزاولة المهنة مش محو قيدك، رابعة أربعة محو الاسم نهائيا من الجدول، ودي لها فترة محددة. ويجب ألا تتجاوز الفترة المنع من مزاولة المهنة 3 سنوات، ولا يترتب على محو الاسم نهائيا من الجدول المساس بالمعاش، معاشك ثابت. إذن في مسؤولية تأديبية للمحامي بتحكمها من المادة 98 إلى المادة 105 من قانون المحاماة. فبنتكلم وفي حضرة معالي المستشار اختصاصات مجلس الدولة. وقلنا مجلس الدولة من ضمن اختصاصاته المتعددة إلغاء القرارات الإدارية النهائية. إذن هو قضاء إلغاء، قضاء إلغاء وقضاء تعويض، وأضيف اخيرا قضاء تاديب. نعم. فعندي، تعالوا بقى ايه نضرب مثال علشان تفهموا ونتحاور مع بعض. بردك هتقول على الكوادر الخاصه، لان معظم القضايا المتعلقه اللي بتشغل المحاكم خاصه محاكم مجلس الدوله للاسف معظمها كوادر خاصه، رغم ان هم المفترض اهل الرفع واهل المقام، الا للاسف حقوقهم بعض حقوقهم بتضيع برضه. اما اتكلم عن القوادر الخاصه، انا ما بتكلمش عن القانون 81/16. انا هتخير من الكوادر الخاصه كادر الجامعه والشرطه، واحكي معاكم قضيتين انا كنت دي القضيه دي كانت عندي مثلا استاذ جامعه به كل الصفات النبيلة، كل الصفات النبيلة، رب أولاده أحسن تربية، يعني لا يقل درجة الواحد فيهم عن وكيل نيابة، ثم الصوت ها؟ لا 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 يقل إيه درجة الواحد فيهم، لك ومنهم أطباء، ورب أولاده تربية سليمة جدا. المهم الرجل ده له أخ، توفى الأخ. استنى بس، أنت حضرتوها؟ سمعتوها؟ طيب وصلنا لفين في هذه القضية مع المستشار؟ وصلنا أن هذا الرجل أحيل للتأديب مرتين بعدما تم عودته إلى العمل في المرة الأولى، أحيل إلى التأديب مرة أخرى، لكنه أحيل إلى التأديب في المرة الثانية بدون الإجراء السابق على التأديب اللي هو إيه؟ التحليل، بدون الإجراء السابق على التأديب اللي هو التحليل. ورغم أنه أدين في مجلس التأديب إدانة كاملة وفقا لما تنطق به الأوراق، وفقا لما تنطق به الأوراق، إلا أنه في أمام المحكمة الإدارية العليا. ليه قلت المحكمة الإدارية العليا؟ ليه ما قلتش محكمة القضاء الإداري؟ ليه مش بتقولوا إن سمعناها قبل كده؟ ليه يا أستاذ؟
ليه؟ دي المحكمة الإدارية العليا مش محكمة القضاء الإداري. لا، لأن مجلس التأديب بمثابة محكمة أول درجة. بمثابة محكمة إيه؟ أول درجة. مجلس التأديب يناظر القضاء الإداري، محكمة القضاء الإداري. ويطعن في أحكام محكمة القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا. صح؟ فكذلك مجلس التأديب أطعن فيه فين؟ أمام المحكمة الإدارية العليا. المحكمة الإدارية العليا توقفت عند الشكل ولا عند الموضوع؟ وتم إيه؟ إبطال القرار بعزله. خلاص؟ طيب. أنت استندتوا بإيه بقى في عزل هذا الرجل؟ استندتوا لنص المادة 25 عقوبات؟ ولا نص المادة 167 من قانون تنظيم الجامعات؟ ولا نص المادة 64 من القانون 81/16؟ خلينا بقى، علشان أنت كأستاذ محامي أنت بتبحث عن إيه؟ براءة موكلك وحق موكلك بدون غش أو تدليس أو تحايل أو ملة أو لجوء إلى وسائل غير مشروعة كمحامي. يعني أنت محامي شريف بتبحث عن حقوق موكليك. أما وجدنا أن مستشار مجلس الدولة قال لا، ده هذا الشخص يعزل وفقا لنص المادة 25 عقوبات. الفقرة الثالثة، الفقرة الثالثة، كل من ارتكب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أبقى عزل. عزل وجوبي كده أنك عزل وجوبي بدون تحقيق، عزل وجوب دون تحليل. طب هل ده ضمانات القوانين الخاصة بهذه الكوادر أعطت تركت يعني مثلا رعاياها أو تركت موظفيها عرضة كده من بره لبره بدون تحليل بدون سماع وجهة نظر؟ فقعدنا نبحث في القوانين دي. انتوا الراجل ده عزلتوه ليه؟ قال لك استناد نص المادة 25. طب ازاي عزلتوا الراجل ده نص المادة 25؟ طب بحثتوا في القانون الخاص بيه؟ القانون الخاص بيه ورتب العقوبات على سبيل الترتيب يعني مش التوالي، ومنها ايه؟ العزل كآخر عقوبة. العزل كآخر عقوبة. وانا ببحث عن ايه؟ ببحث عن مخرج لهذا الرجل. فجلسنا نبحث في نص المادة 94 في القانون 47-78 السابق. قالت ايه بقى؟ وفي حكم قالت ايه؟ مرتين ولا مرة؟ مرتين. اذا ما ارتكب الموظف العام جناية او جنحة مخلة بالشرف للمرة ايه؟ يعاقب بالعزل. اوجدنا هذا المخرج. وجدنا هذا النهر رغم تعسف والراجل الحمد لله ايه؟ طيب هنا كان دور مين؟ الدور البارز دور مين؟ مين اللي هيبحث عن حق الموكل؟ مش ائتمنك الراجل ده؟ ائتمنته مش المادة 94 اتلغت. المادة 94 اتلغت واستعيد عنها في 81/16 لكن للأسف بقى. لكن هناك ثغرات في لجنة الموارد البشرية يمكن أن نتكلم عنها فيما بعد. هذا نموذج مبسط عن إلغاء القرارات الإدارية النهائية. طيب بالجانب المقابل جهت الإدارة من الواجب عليها أن تتخذ إجراء معينا لكنها امتنعت عن اتخاذ هذا الإجراء. ده بنسميه إيه؟ هي أساتذة أنا عاوز عصف ذهني، يعني مش جايين هنا بلقي محاضرة داخل كلية، أنا بناقش محامين، عاوز عصف ذهني، عاوز حوار ونقاش، زي الأسئلة اللي جمعتها لكم دي وعطتها لكم. بقول أهو جهة الإدارة من الواجب عليها أن تتخذ إجراء معينا ولكنها امتنعت عن اتخاذ هذا الإجراء. ده بنسميه إيه؟ امتناع سلبي. طب هل يراعى في الامتناع السلبي المواعيد؟ ها؟
يعني ما عارفين اطلعنا على القرار الاداري بيكون خلال كم؟ طب الامتناع السلبي نراعي فيه كده يا ريس؟ نراعي فيه مواعيد؟ ده امتناع، ده اجراء واجب عليك ان تتخذيه لكنك لم تتخذيه. فمثلا استاذ في جامعه عين شمس رقي حصل على الدكتوراه عام 2012 انتبهوا كمحامين عشان تعرفوا الثغرات دي منين وتشتكوا كل شيء ليه حل طالما النيه مشروعه والسلوك مشروع. هذا الشخص حصل على الدكتوراه عام 2012 ورقي لضرب الاستاذ مساعد عام 2019 فذهب الى الموظف المختص وبيقول له اديني شهاده مؤقتة ان انا شهادة افادة الرجل عاوز يسافر بريطانيا ان انا حصل عليه على الاستاذ مساعد عام 19. قال له لا انت ما حصلتش على الدكتور اصلا. تخيل اهل دكتور تخصص نادر حصل على الدكتوراه عام 2012 وحصل على درجة استاذ مساعد عام 2019 وذهب الى الموظف المختص بيقول له اعطيني شهادة بأنني أستاذ إيه؟ مساعد. قام الموظف قال له إيه؟ طب ما حصلتش على الدكتوراه أصلا. أنت بتعمل إيه؟ الله هو في أمامي قرار؟ مفيش قرار. بس أنا بطلب إيه؟ إديني حاجة، إديني إجراء، ده إجراء، إديني حاجة. هل صدر قرار من الجامعة بعدم إصدار شهادة لهذا الدكتور؟ عشان أطعن عليها؟ ولكن الإدارة الدنيا امتنعت على إعطاء شهادة للدكتور. هل لو حكمنا العقل السليم والمنطق المستقيم تصرف الموظف ده بما تحلله نسميه تعسف ولا نسميه جهل بالقانون ها ولا مرض نفسي ولا نقول ايه بالظبط؟ طب دور الدكتور ده نعمل معاه ايه؟ ها عاوز افهم بقى نعمل مع الدكتور ده عاوز اقول له حق اعمل معايا يا استاذ المحامين. لا انت شاطره غيرك ها انا عاوز نقاش يعني اعمل خلي عندك عصف يعني ها حوار نقاش ها نعمل اتفضل اتفضل قوم اسمك ايه؟ استاذ محمد دفعه كام؟ كليه ايه؟ جامعه ايه؟ حلوه طيب ماشي اتفضل يا استاذ محمد نعمل ايه مع الراجل ده؟ تعمل معايا ايه؟ لمين؟ أقول له إيه؟ طيب بعد ما قدم التظلم أعمل إيه؟ بعد ما قدم التظلم أعمل إيه؟ هل يشترط هنا قالك أن أفضل المنازعات؟ في الامتناع السلبي قالك أن أفضل المنازعات؟ هل يشترط أو مشترط؟ لازم؟ كيف أتفاداها؟ طب ايه رايك لو عملت شيك مستعجل؟ شيك مستعجل انا عاوز الشهاده الراجل هيدفع حقه ومش هيسافر هيترتب على التاخير ده ضرر جسيم ها هل دي من الامور اللي تشترط فيها تقضي المنازعات؟ لا هي معنى الشرط طبعا هتقولوا انتوا ولا احنا اللي بنقول؟ ما انا عاوز اناقشكم على اساس انتوا محامين لو اتكلم معاكم كلام اكاديمي مش هتفهموه. انا بتكلم معاكم كلام اهو شغل محامين. هي يا اساتذه. طيب لجأت لفتره المنازعه، ما رجعت عملت التظلم، هتنتظر فتره التظلم؟ ولا يمكن ان ترفع الدعوه مباشره؟ ارفع الدعوه مباشره؟ طب الدعوه هنا عباره عن ايه؟ ايه طلباتك في العريضه؟ ايه طلباتك في العريضه؟ ها؟ انت طالب ايه اساسا؟ ايه؟ طالب ايه؟ مش امتناع، انت عاوز ايه؟ عاوز شهادة. عاوز ايه؟ شهادة. انا مالي بالموظف بقى؟ انا طلباتي في العريضة الدعوة ايه؟ ايه الخطوات؟ انتوا عارفين الخطوات اللي رفع دعوة من مجلس الدولة؟ عارفينها؟ ايه يا ابونا؟
نعم هذا السؤال الجاي برضه، اي خطوات اقامه الدعوه من مجلس الدوله وكده بتعمل رئيس امبارح برضه؟ هترفع دعوه مجلس الدوله ازاي؟ اهو اول حاجه بتعمل ايه؟ عريض. ما هم عشان لسه مبتدئين يعني احنا عايزين نقول لهم الحاجات دي وبعدين نسالهم فيها. حاضر. بس هم المفترض معاليك، المفترض معاليك هو المفروض انتوا خدتوه في سنه ثالثه كله. لا انتوا كله درستوه وزي ما بنتكلم كلام كده. لا مش كده، ما انتوا فيكم ناس بتمارس المهنه، في ولا ما فيش؟ طب بقول لك خطوات رفع دعوه قضيه زي دي، هروح ارفعها من مجلس الدوله اعمل ايه؟ اول حاجه بكتب عريضه الدعوه. عرضت الدعوة دي انا خاطب القضاء العادي ولا القضاء الاداري؟ لما انا حددت الجهة اللي انازع امامها. تمام؟ سهل ولا صعبة؟ اتنين، المحام العريضة يوقع عليها مين؟ محامي استئناف. صح؟ طيب. تلاتة، طلباتك محددة. ايه طلباتك هنا؟ انا عاوز الشهادة. حقه ولا مش حقه؟ انت مؤمن بحق؟ جهة الادارة هتقول مش حق. تعالوا شوف بقى نقول مجلس الدولة ليه في النهاية. ثلاثة، ان انا بعلن الخصوم. اربعة، زي ما انتوا عارفين بصور العريضة 13 نسخة. بصور العريضة 13 ايه؟ نسخة. واحضر الملف الى اخره. وراجع وخلاف وخلاف. المهم تم رفع الدعوة. فأحيلت لمين؟ للمفوضين زي ما شرحها لكم عن المشروع الجديد. أحيلت المفوضين. المفوضين قالت ايه؟ هل رأي المفوضين ملزم ولا استشاري ولا استشاري؟ استشاري. صح. يعني ممكن هيئة المحكمة تستعين به وممكن أن تجنبه. خلاص، أو تضرب به عرض الحائط زي ما بنقول. استشاري. إلا أنني باستطلاع رأي المفوضين وجدت أن القرار انتهى مع المستشار إلى رفض الطلب. ليه؟ لانتفاء القرار الإداري. خلي بالك. أيوة طب هو صح من الأول يعني. طب شوف احنا بنتكلم. شوف احنا واخدين اللي لغاية دلوقتي بقى. يعني مفيش قرار أصلاً. مفيش قرار. مفيش قرار أصلاً عشان يبقى دكتور ولا حاجة. تاني تاني. الإجراءات دي على إيه؟ لا اسمعوني بقى. اسمعوني عشان نحكم كونس. والمفروض نرفس إنكم وأنتم. ما زيكم. وما بيقول الله هو أنت بطلع على قرار إداري. بطلع على قرار إداري يا ريس. ولات عن جناح سلبي. فقال لي ايه؟ بقول رفض الطلب لانتفاء القرار الاداري. هو لو في قرار اداري انا كنت عملت كده؟ ما كنت عدت على القرار الاداري من اساسه. هو في قرار اداري يتعلق بايه؟ هو في قرار اداري من رئيس الجامعه بعدم اعطاء المامون شهاده الدكتوره بتاعته؟ هو ليه انا رفض القرار ده؟ هو اساسا يعني انا بقول لك اللي حصل يا استاذ. وخلي بالك اما كنت استاذ او ما كنت استاذ انت محامي اتعامل، خلي بالك وما تتعامل مع فئه الموظفين واحترامي للموظفين، اتعامل بثبات انفعالي. لا بيفترض ماذا لو وصلت للمحكمه؟ ماذا لو وصلت للمحكمه؟ انا مالي مش ده موظف؟ الموظف ده بيبقى عندي المكتب وانا امره وانا عميد كليه واقول له اعمل كذا. لكن انا بكلمك انت كمحامي، تحلى في خطابك مع الموظفين العموميين بالثبات الانفعالي. ما تتهورش ولا تناقش معه. هيتهور على ايه؟ الثبات يعني ايه؟ بيقول له انت كذا، ممكن يصل يضربوا مع بعض. ده مش شوف حاجات كتير انتوا عارفين حاجه مش حقيقه. لا اوعى تنسى نفسك ولا تنزل نفسك لهذا المستوى. اتخذ اجراء، انت رجل قانون. طب ولما يتاخد اجراء بقى واتضح فيما بعد ان مفيش قرار، هنشوف بقى. احنا بقى عاوزين نحسب بقى مفيش قرار اهو. انت بقى كمحامي اجراء بقى مش البيت هنا وجد على المثال لك لا ده عدم مفيش قرار. جميل. هل المفوض مصيب ام مخطئ؟ ها اخش في موال تاني عشان ما مش بنحاكم بنحاكم قضيه اهو. لا ده احنا في حاجه ماشيه بعدين. احنا عايزين نتكلم الروتين اللي شغال ده. يعني ده اجراء وقانون وقرار وفي الاخر قال لك لا ده ما فيش قرار. طيب هنحكم قرار. امال الناس اللي بتشتغل دي
واللي متقدم دي والموظفين دي والقرارات دي واللي بروح لقدم ده الموظف وهات لي ورق وهات لي وفي الاخر مفيش. طيب نعمل ايه بقى؟ نعمل ايه؟ نحاكم من؟ نحاكم المفوض نفوسنا ولا نحاكم نفسنا ولا نحاكم من؟ يا جماعه خليكم عندكم ايه؟ سعه افق. انا يعجبني قوي هذا الحوار. انا كنت بشرح محاضره الضرائب اول امس وكان نفس الحوار، وكان انا بستمع لها امس يعني عجبتني جدا بالحوار معاكم. فلذلك النهارده بتكلم في حاجه زي كده. وصلت الى تقرير المفوضين وقال لي في النهايه رفض الطلب. ليه؟ لانتفاء القرار الاداري. هل المفوض اخطا ام اصاب؟ كيف اقنع المحكمه؟ ها اخاطب مين بقى؟ اخاطب المحكمه. اجنب بقى مين؟ وانا بقى مش عارف. طب وبعد ما خاطب المحكمه؟ ايوه حصل بقى للمحكمه. المفوضين انتهى دورها؟ هل جاء لهيئة المحكمة؟ أنا يا معالي الرئيس. أصبر يا أصبر، اللي كان يحصل. المحاضرة خلصت ولا إيه؟ أصبر. إيه؟ ما بقولش حاجة. بتقول إيه يا أستاذ أحمد؟ لسه الحياة بتاعت الدكتور واحد كده. لا إحنا ما هو ليه تعويض بقى؟ ليه طبعا؟ أنا بتكلم معلش اسمع. إحنا دلوقتي هنلجأ للمحكمة. عاوزين نفند رؤية من؟ رؤية المفوض الدولي. هنقول إيه؟ هنقول ايه؟ طب انت عارفين القرار ده؟ مفوض الدولة ده رأي ملزم ولا استشاري؟ استشاري. هنرجع تاني استشاري. ده مفيش نتيجة. ما احنا عاوزين نوصل نتيجة. بقول لكم عشان كده خلي عندكم ثبات وخلي عندكم صبر. خلي عندكم صبر وخلي تتعاملوا مع تعاملوا مع فئات الموظفين او فئات الدنيا في كده. اتعامل ايه؟ بسعة افق، بحلم، اصبر عليه، اصبر عليه، وتعالى امام المحكمه تناسخ خالص المفوض الدولي. انت دلوقتي بتتكلم مع المحكمه. الله، هو انا لما اتكلمت عن القرار الاداري وعرفت القرار الاداري، حد فيكم فاكره؟ حد فيكم فاكره؟ ايه؟ ايه؟ مستوى شو؟ في حد؟ لا، حد فاكره؟ فاكر القرار الاداري؟ مش فاكرين؟ تعريف القرار. القرار الاداري مش الف باء. ايه يا اساتذه؟ انا بقى هذا الكلام انا حافظه وانا زيكم وانا لسه خريج كده ولا طالب. وزعلانين من القرار. شفت يا سيدي؟ ده القرار الاداري هو افصاح جهه الاداره عن ارادتها الملزمه بقصد احداث اثر قانوني معين متى كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا. فشرط القرار الاداري او عنصري القرار الاداري الامكان والمشروعيه. سهل ولا صعب يا جماعه؟ وبعدين طيب انا بحكم هنا قرار ولا بحكم امتناع الاداره عن اصدار قرار؟ بحكم امتناع الاداره عن اصدار قرار. فانا مش محل الخصومه، مش قرار، مش محل الخصومه، ده امتناع عن اتخاذ قرار. ها؟ وبناء عليه تعالوا بقى شوفوا الفقره. الفتره من 2012 حتى 2013 استقرت المراكز القانونيه ولا لا؟ ولا يا ريس؟ استقرت المركز القانوني. اما كذا اتكلمنا في الموضوع بقى. استقرت المركز القانوني، ده راجل اتخذ دكتوراه ورقته. مين اللي رقاه؟ مين الذي اعطاه الاستاذيه؟ مش الجامعه؟ فجاي اللي بعد ما الراجل ده خدمك وخد من عندك الاستاذيه، جاي لي بعد 7 سنين تقول لي لا 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 انت ما حصلتش على الدكتوراه. ده اكتسب مركز قانوني، ده اصبح موظف فعلي يا ريس. الموظف الفعلي بيكتسب يعني حق. يعني هو كده ما خدش دكتوراه. ده هم في ورطه وهم ما خدش الدكتور. اللي راجل اترقى. اي اترقى. يعني انت وصلت ده رسوب وظيفي كل سنه بيترقى لغايه ما وصل بقى دكتور، مش كده؟ بس ما خدش دكتوراه. شوف. امال ازاي خد بقى الاستاذيه؟ امال ايه اللي بيحصل ده كله؟ اذا انا عاوز زي ما كنت ايه رئيس محكمه النقد واقول له انت ما عادش وكيل نيابه. كاستاذ جامعه ها وانت ما حصلتش على الاعداديه. هل ده منطق؟ هل ده منطق؟ اما تجد هذا امام المحكمه هتخاطبهم بعقلك انت ولا بتفكيرهم هما؟ بفهمك انت القانون. دعه هو خالص، دعه انت كمحامي بقى بتبحث عن مخرج. هتتكلم في الشكل ولا في الموضوع؟ اتكلم في الموضوع بقى. الموضوع بيقول ايه؟ لازم تقرا نظريه الموظف الفعلي، ولازم تقرا قواعد الترقيه في الجامعات. انت راجل رقتوه بعد مرور 7 سنين، رقته على اساس ايه؟ عامل في مطبخ
ولا موظف في مكتبة ولا رأيته على ان هو ايه دكتور جامعة صح؟ اذا الرجل اكتسب مركز استقرت المركز القانوني ما استقرتش استقرت المراكز القانونية المحصلة تم تفنيد رؤية المفوض والدكتور تم ايه الغاء القرار ها بالامتناع الامتناع السلبي والراجل اعطاه ايه شهادة وكده. هذا كان شغل محامي ده شغل ايه محامين. اذا لا نركن ولا نيأس وفي لغة خطبنا مع المؤسسات نتصف بما يلي بالصبر والحلم عليهم اعتبرهم هم احترامي للكل. الانسان المريض او المعاق بكلفه باشياء اتعامل مع الانسان المريض اصبر عليه والا هتخش في كل يوم في مشكله هتدخل كل يوم في منازعه. اذا نصيحتي في نهايه الحديث لدرك الامر المعالي المستشار في بيان اختصاصات مجلس الدوله والحديث عن ما يلي الجمعيه العموميه كسبب التشريع وخلافه اقول نصيحتي لزملائي واخواتي تحلوا بالصبر في التعامل مع مؤسسات الدولة تحلوا بالوعي والمعرفة تحلوا بالوعي والمعرفة كونوا تحلوا بالحلم قزم المبادئ الإنسانية النبيلة ان تمسكوا بها اقزم غيظك كن حليم في التعامل مع الغير. هذا عن قليل من كثير في بعض القضايا اللي كنت عاوز اجي بنتكلم فيها النهارده ايضا فيما يتعلق بتطبيقات او قضايا تتعلق بالموظفين العموميين بصفه خاصه ورجال الشرطه بصفه رجال موظفين العموم بصفه عامه ورجال الشرطه بصفه خاصه وقضايا محدده تتعلق بتاديبهم وكيفيه التعامل معهم. انا هترك مجال 5 دقائق لاي سؤال او استفسار ثم افسح المجال لاخي العزيز معالي المستشار ومعالي النقيب. اتفضلوا اللي عنده اي سؤال او استفسار. قوم يا استاذ قوم قول اللي عندك. بدك ترجع في القضيه؟ نعم. هو التظلم ده اجراء ايه؟ شكلي ولا اجراء موضوعي؟ ليه؟ القضيه تقبل بدون زي فضل المنازعات. للأسف فضل المنازعات موجودة في المؤسسات بيتحصلوا على مبالغ لا حدود لها. قيل مع المستشار وانت عارف قيل مليارات اكتر من 18 مليار من موازنة الدولة بتخصص لهؤلاء الموجودين فضل المنازعات وللأسف لكي يعاونوا السلطة القضائية ويخففوا من كاهل المحاكم للأسف بقت اسمها جهات ايه رفض 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 أيه. وفي النهاية ترجع المحكمة بتعطيك ايه حقك فلا اجراء شكل فضل ها لا قررنا ده قرار الرفض ايه هو انا عطها مش قرار بالرفض مش قرار بالرفض القرار ده يصدر من مصدر القرار. اما انا رفض المنازعات او التظلم دي حاجات تمهيدية حاجات تمهيدية تفضل انا بطعن عليه قرار. لكي أطعن على هذا القرار لابد أن أسلك طرق معينة في آليات للطعن للقرار. إيه هي التظلم؟ فضل المنازعات ثم الرجوع لرفع الدعوى.